لا يتحدهم انهم يجيبوا اثبات واحد بان عبد السلام تم اعتقاله. اما الشيفور ماشي شغله. والخاسر الاكبر هو نادي مولوديه وجده. مصدر الخبر ديال الاعلاميين شكون كان في جلهم؟ كانوا ثلاثه ديال الناس او اربعه من واحد ديال المولوديه، لان هو الرئيس مكلف بالتواصل وشخص اخر. نمشيو لهذاك مكلف بالتواصل، يعني سليم المحمودي هو اللي كان على صله تواصل مع الصحفيين كاملين، والاعلاميين تعاملوا معاه بمنطلق ثقه. علاش ثقه؟ لانهم هما كيشعروا ان المعامله ديالهم مع المحمودي كانهم يعاملون زميل ديالهم، وما خيلوش مع الدماغ ديالهم، صابهم شلل في الدماغ ديالهم عندما صدقوا هذا السيد بانه مصدر محايد. اورك هو ما بقاش مصدر محايد، هو طرف، لانه هو يمثل الجمعيه اللي ولات خصم ديال عبد السلام والدو. اذا هو ولا طرف في المعادله، اذا هذا غير موثوق، هذا الخبر ديالو غير موثوق. اذا غادي ناخذ الكلام ديالو خصني ناخذ الكلام ديال الخصم باش نكون متوازن. اذا هنا طاحوا في الخطا ديال الثقه. شنو هو الخطا؟ في شنو وداهم الخطا؟ فين وصلهم؟ هناك من كتب بانه اعتقال عبد السلام والدو، والراجل عمره ما تم اعتقاله. احتجاز عبد السلام والدو، عمره ما تم احتجازه. سي محمودي او شي واحد اللي وزع لهم هذا الخبر، او اي رئيس او شي واحد اللي وزع لهم هذا الخبر هذا، او هما اجتهدوا من راسهم، راهم اجتهدوا في الخطا. لان كلمه الكفاله ما كايناش عند دارك، مستوى الفتره اللي عند دارك ما كايناش. الان اللي بغيت نقول للاخوان الاعلاميين وانكم تحطوا في مطب ديال الثقه، والثقه عطاتكم انكم نشرتوا اخبار زائفه على عبد السلام والدو، اخبار زائفه على عبد السلام والدو. وانا اتحدى اي اعلامي، لانني اصلحت لهم هذا الخطا هذا في بعض المنابر الاعلاميه ودخلوا معايا في مشده كلاميه، انا اتحداهم، هذوك اللي دخلوا معايا مشده كلاميه اتحداهم انهم يجيبوا اثبات واحد بان عبد السلام تم اعتقاله او احتجازه او شي حاجه من هذا القبيل، او حتى شي واحد اللي قال بانه سخف وطاح وهزوه الطبيب. هاد الناس اللي خطوا بدا اولا واحد النقطه باش نرجع لك ليها، وانه شي وحدين شي اذاعات خرجوا كيقولوا حقا الشيفور ما يمكنوش يركبوا لان لاسورونس التامين. يا سيدنا اتقوا الله، ما تنشروش الهراء، ما تنشروش الاميه، ما تنشروش الجهل عند عباد الله، راه الناس كيسمعوكم كيثيقوا بكم. الشيفور لا دخل له في شكون اللي غادي يركب شكون اللي غادي ينزل. الشيفور عنده مسؤوليه وحده، وان التامين ديالو فيه 40 الناس كيهزلها، 40 الناس اللي با نوميناتيف، شي 40 الناس بالاسماء، ماشي شغلو هو شكون اللي غادي يطلع وشكون اللي غادي ينزل. اللي مشغول اللي شغلو هو رئيس الوفد، رئيس الوفد هو اللي كيشغلو في المساله هذه. لا سيدي، هو ماشي مسؤول، عنده اللائحه ممكن، ولكن المسؤول على الطاقم ديال الفريق هو المدرب، والمسؤول على الرحله هو رئيس الوفد. رئيس الوفد هو بوحده اللي عنده اهليه انه يمثل الجمعيه ويجي يقول بان هذا السيد هذا ما عندوش صفه باش يركب معنا. اما الشيفور ماشي شغله، واللي اجتهد باش يدفع الشيفور ويعمل هذه المشاجره مع عبد السلام والدو. عبد السلام والدو بدا اولا واحد الانسان اللي قاري في اوروبا وعاش اوروبا وتعلم الفوتبول في اوروبا، وكتعرفوا هاد المساليس هادي. الا ما كانتش عندك اخلاق راه ما يمكنلكش دير راسك بلاصتك معاهم. عبد السلام والدو كانت عنده بلاصه في الفوتبول الفرنسي الاوروبي، مستوى راقي، والمستوى هذاك ما يمكنلوش يوصل ليه الا كان عبد السلام والدو عنده ديك الاخلاق اللي وصفونا بها الاعلام حاليا، راه مستحيل. اذا هنا منطقيا انا ما كانش امل بان عبد السلام والدو عنده التربيه هذي. إذا كانوا هاد الناس فكروا بأنهم غيديروا هاد الشنآن هذا وهاد العملية هادي مع الشيفور باش يطيحوا عبد السلام والدو في هاد المطب هذا، حاجة وحدة عندهم هما، شنو هي؟ هو أنهم يدوزوا في كونسيل ديسيبلين، مجلس تأديبي، ومجلس تأديبي عندهم الصلاحية هما أنهم يضربوه بغرامة مالية، فقط لا غير، فقط لا غير، ما يمكنلهمش يدخلوا في إعادة القراءة أو إعادة النظر في العقد، في الصيغة التعاقدية ما بين الطرفين نهائيا.
الاهل اللي عندهم السلطه اللي عندهم وانه ممكن يجيبوه ويقولوا نعم انت اذنبت في حق الشيفور ونضربك 20 مليون ديال الغرامه، هذه يمكن لهم يديروها، لكن الامر انتهى هنا. اما فيما يخص الصيغه التعاقديه ما بيناتهم راه هذه المساله هذه ما كتدخلش فيها، هذا من جهه. من جهه ثانيه ما يخيلوش مع الدماغ ديالهم بانهم انطلاقا من هذا الشنآن هذا او هذه المشاجره هذه يمكن لهم يسميو ديك الغاء العقد من جانب واحد بتهمه ياش خطا جسيم. خطا جسيم الشريف راه في الكره، خطا جسيم خصو يكون منصوص عليه في القوانين ديال اللعبه، هذه راه حنا خارج اللعبه باش نكون واضحين. اللي فكر بحال هكا راه ما فاهمش القانون، اللي فكر بهذا الاسلوب بحال هكا راه ما فاهمش القانون. عبد السلام ودو لم يرتكب خطا نهائيا في الممارسه الكرويه ديالو، الا كان تخاصم مع شي واحد في الزنقه غادي نجيبوه نحاسبوه، حتى هذاك راه تخاصم معاه في الزنقه وماشي شغلو. هذاك الشيفور بعدا اصلا ما كانش كيخصو يتكلم مع عبد السلام ودو نهائيا، هذاك يصب ويسكت، عنده ليتينيرار ديالو منين غادي يخرج من المطار غادي يمشي للوطيل، هذه هي التعليمات اللي عنده. عنده تأمين كيهز 40 الناس، خصو يهز 40 الناس مثلا، اما راه باقي ماشي شغلو. اذا هاد الناس اللي يفكروا بهذا الاسلوب، شوف عبد السلام ودو تعاقد مع هاد الناس هاد ودار انتدابات، يمكن هاد الانتدابات هادو كانوا غاليين على السيد هوار. هوار راجل راجل يعني يجب احترامه، علاش؟ لانه محب لمولوديه وجده وكيضحي من اجل مولوديه وجده وكيضحي من ماله الخاص ومصحته ومن عماله الذي لا نقاش فيها. وحنا شفنا كيفاش كيخدم هذا، يمكن الان عنده ظروف ماديه صعبه ما يمكنلوش يوفي بالتزامات ديالو حاليا، كيخصو شويه ديال الوقت، وحنا كنشوفوا كاع الفرق اخرى كتلعب على المده الزمنيه باش يكونوا يستوفوا التعهدات ديالهم. عبد السلام ممكن كتب شي حاجه اللي لم ترق لهوار او لم ترق لمكتب الجمعيه، ولكن ما كنعالجوهاش بهذا الاسلوب الرديء، كان ممكن نعالجوها باسلوب اخر. والسي هوار حتى هو راه عاش في اوروبا وعنده عنده اخلاق عاليه واخلاق راقيه، وما يمكنلوش انه اللي تزيدوا من هذا الخطا هذا هي الجماعه هذه اللي صدرت هذا الخبر الزائف في حق عبد السلام ودو. اكيد عبد السلام ودو عاش في حضيره ديال المحترفين يا سيدي، وعاش حضيره ديال المحترفين الاوروبيين ماشي عرب، راه عاش في حضيره ديال الاتحاد ديال المحترفين كبار، وراه تعلم منهم ماشي تعلم منهم، كان مجبر انه يعيش الحياه ديالو بنفس الاسلوب اللي كتفرضوا عليهم. تفرضوا شنو يعني الاخلاق والتربيه والمعامله الصح، هذا كيفاش عاد عبد السلام ودو. والان عبد السلام يعني كيتصرف بنفس الاسلوب، ولكن مع الاسف ما يمكنلوش اننا في اوروبا نخيل بان الرئيس غادي يجي يقول الشيفور ديال الكار تجي تضرب مع المدرب، هو ذلك الشيفور الكار ديال اوروبا والله لا تضرب مع المدرب بالله والله ما يديرها. لكن الان حنا عندنا هذا الشيء هذا الله غالب، المستوى ديالنا بحال هكا، الاخلاق ديالنا بحال هكا، ما عندنا ما نديرو، هذا بلادنا ونقبلوها. لكن انا غادي نرجع ونقول بان الا مشى عبد السلام ودو جا مسكين كيقول بانني غنضحي وغندير، اكيد علاش؟ لانه هو قريب من اللاعبين ديال اللعيبه ديالو، واكثر ديال العدد ديال اللاعبين هو اللي جابهم، وكتربطوا علاقه معهم من قبل، وكيحس براسو بانه هو الراعي ديالهم، وهذا علاش دار ديك التدوينه بان كيخصهم يتخلصوا وكذا، يعني من شعوره بالمسؤوليه تجاه ذاك الشباب اللي جابوا معاه. نحن شفنا في النتيجه ديال المقابله ثلاثه الخساره ديالو ثلاثه مع 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 مع, مع الرجاء، واش طبيعيه؟ ماشي طبيعيه، علاش؟ لان اللعيبه اللي جاو يلعبوا راه ديال عبد السلام، راه النفسانيه ديالهم كانت متدمره، باش ما يشوفوش عبد السلام في دكه الاحتياط ديجا راه كاين تدمر عند اللاعبين. ما تنساش بان كاين علاقه ديال الاحترام وكاين الود وكاين التقدير ما بين اللاعبين وما بين المدرب، هادي راه ماشي غير عند عبد السلام ولا سي عند الجميع. الان عبد السلام الى شتوه بانه رجع وكذا، رجع انطلاقا من هذه الاخلاق هذه اللي عند عبد السلام. والخاسر الاكبر هو نادي مولوديه وجده، وعلى المولوديه في حاله ما اذا تفاقم الامر الوضع الى ما لا تحمد عقباه ما بيناتهم، وما كانش مثلا شي وساطه او شي حل اللي غادي يرضي الطرفين ونطويو صفحه الماضي، اللي غادي يخسر هو المولوديه، لان العقد ديالو فيه 4 سنين
كيخصهم يخلصوا له ربع سنين ديالو لا هو ولا اللي معاه، كاع العقود اللي عنده ديال ربع سنين راه خصهم يخلصوها الى على اخر مليم. وهنا كيخص هو يمشي عند هذوك اللي فتاو عليه هذه الفتوى هذه يقول لهم اجيو خلصوا معايا هذه الغرامه هذه دابا الان، اما الهضره خاويه معنا ما نديروا بها. عبد السلام ودو مع هوار يجلسوا في الدار بجوج، اقول عبد السلام ودو وهوار كيتشابهوا، عبد السلام ودو وهوار كيتشابهوا، حتى هما حتى هوار راه منتوج ديال اوروبا، راه انسان تشبع بالثقافه بالاخلاق بكل شيء، يمشي يجلسوا في الدار بجوج بهم بدون تدخل شي مخلوق اخر، وانا متيقن بانهم غادي يخرجوا بحال يا اما غادي نزيدوا يا اما غادي نوقفوا. شوف الله يخليك انا متيقن من هنا نقول لك عبد السلام ودو لو كان يجلس مع هوار ويلقاو بانه الحل الوحيد هو فسخ العقد، اقسم لك يمينا وانا نقول لك من هنا ان عبد السلام ودو الله تيفسخ معاه باقل تكلفه. يا سيدي هذه مشكله ما عندناش غير مع المدربين، عندنا مع المدربين واللاعبين الاجانب. الله يخليك شوف لي الوداد شحال من لاعب اجنبي جاي يتشكى منا، عدد لاعبين اجانب اللي جاوا تشكاو من التصرف ديال الرئيس معاهم، وماشي غير عند الوداد عند فرق اخرى، وهذه كتخدش السمعه ديال الفرق الوطنيه عند الاخوان في افريقيا ولا في اوروبا. حنا كنتخنا نجيبوا لاعبين اكثريه منهم الاجانب كيجيو من افريقيا، وهذه المسائل هذه راه كتوصل عند الاخوان الافارقه. هاد المعاملة شحال من لاعب جا كيتشكى بان من العنصرية او من كلام خايب بحال هكا من طرف بعض الرؤساء، ها؟ لان في الامثلة كبيرة في كاس الوطني الاول، واخا؟ ولكن دابا الان ملي غادي نشوفوا ودو وهاد الاسماء بحال هكا، هادو من ودو راه ولد اوروبي، راه اصلا هو اوروبي، اصول مغربية صحيح ولكن هو اصلا اوروبي، غدا وبعد غدا يعني الجانب الاوروبي غادي يدافع عليه، علاش؟ لانه هو منتوج ديال اوروبا. هو ماشي منتوج المغرب، حنا ما صنعنا فيه والو، هو منتوج ديال اوروبا، وعلى اوروبا انها تحمي المنتوج ديالها، وهذه وهكا كيديروا الناس محترمين، وانا متيقن بانه نعم ما تعرض له السي ودو ممكن يكون عنده اثر بليغ في العلاقه ديال كرويا ما بين الاتحاد الاوروبي وما بين المغرب.